موجز الأخبار من اليوم السابع مباشر، مرحبا بكم. أستاذ طاقة نووية تقدم بأول بلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة. حزب التجمع يصرح صفقة الإخوان والنور تنتج دستورا باطلا ومطعونا في شرعيته. بعثت صندوق النقد تلتقي اليوم الحكومة المصرية ورموز الحرية والعدالة. بنوك الحوالات الصفراء تجتمع لتحديد الفروع المشاركة في الصرف. بدراوي يصرح الاتحاد في انتظار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة. سباق يصرح نواب الوفد ملتزمون بعدم تأييد أي مرشح محتمل للرئاسة. ممدوح قطب يشارك في عزاء البابا شنودة الثالث. منظمة تصرح حلف الأطلسي فشل في التحقيق بوفيات مدنيين في ليبيا. إسرائيل مذهولة بعد إطلاق النار أمام مدرسة يهودية في فرنسا. وكاميرون يعتزم خصخصة الطرق لسد العجز في ميزانية بريطانيا. إلى هنا مشاهدينا ينتهي موجز الأخبار من اليوم السابع مباشر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء متجدد.